مساء الخير، احنا اليوم موجودين في حفل اختتام مخيم شمس لعلوم البيئة والفضاء اللي تم افتتاحه في سخنين وفي بلدان حول الاتحاد في هذا الصيف. المخيم طبعا كان يحتوي على فعاليات عديدة للطلاب من الصف السادس والسابع والثامن، دورات في علوم الفلك ودورات في البيئة. والهدف طبعا من المخيم هو زرع يعني أفكار جديدة وتجربة للطلاب حتى نشجعهم أنه يحبوا هذا الموضوع في المستقبل، وكمان طبعا العطلة الصيفية نحاول كمان نلاقي شغلة للأولاد اللي نريح الأهالي منهم شوية خلال العطلة الصيفية. هاي السنة اخترنا انه احنا بدل ما نجيب الطلاب على المركز شمس في اتحاد المدن، طلعنا عملنا الفعاليات في المدارس واخذناها جولات تعليمية على حيفا والمنطقة، واليوم احنا طبعا نختتم المشروع في الامسية في مركز شمس في اتحاد المدن. طبعا الامسية اليوم تحتوي برضه على فعاليات عديدة، مثل طبعا في عنا شرينا احنا معدات لموضوع الفلك قبة سماء، وشرينا كمان تلسكوبات وأفلام، وراح تكون فعاليات لكل الطلاب والأهالي هاي الأمسية اللي راح تبتدأ الساعة 8 للساعة 11 في الليل. في اتحاد مدن جودة البيئة حول البطوط نعمل بالأساس من أجل زرع بذور التغيير نحو مجتمع مستديم. بالنسبة لنا كلمة مجتمع مستديم تعني معالجة قضايا العصر بالمنظور البيئي والاجتماعي والاقتصادي كوحدة واحدة بهدف تحقيق النمو والازدهار والتطور من أجل الحفاظ على بيئة ننعم بها وتنعم بها الأجيال القادمة. طاقم الاتحاد يعمل ليل نهار لتقديم الخدمات أستخدم لجاي تعالوا لجاي قرب شوي قرب يا حسين من أجل حل النزاعات البيئية وتوطيد علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقة الإنسان بالأرض. طبعا شعارنا ورمزنا ورؤيانا محفورة على الحجر اللي خلفنا من سنة 2004. المركز البيئي جسر للسلام بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والبيئة. مركز الشمس لعلوم البيئة والفضاء بدأ كفكرة قبل سنوات، بالتحديد سنة 2013 عندما استطعنا أن نحن كمان ندعو رئيس ناسا زارنا في اتحاد المدن. هذه الفكرة طبعا احتاجت الزمن المطلوب حتى تنمو وتبدأ بالنمو والازدهار، مثل أي بذرة هي بحاجة لوقت وعناية لتكبر في أمان. وثمار هذه الفكرة تظهر أمامكم اليوم، والمرة الثالثة هذه السنة احنا نقوم بفعاليات في موضوع البيئة والفضاء خلال بالأساس ركزناها خلال عطلة الشتاء عطلة الربيع وعطلة الصيف، بالإضافة إلى دورات اللي كانت على مدار السنة. في هذا الصيف اخترنا أن نخرج عن المألوف وأن نتنقل بين بلدان الاتحاد وأن نذهب بأفكار ونشاطات وفعاليات مركز شمس لكل بلدة وبلدة. من هنا جاء اسم البرنامج شمس نزلت على الحارة، طبعا هذا اختراع الصبايا، بداية في مدينتنا سخنين، وبعدها سينتقل البرنامج نفس البرنامج في بلدان اتحاد سخنين عرابي دير حنا كوكب علبون والبعين الجدا. هذا الأسبوع فتحنا المشروع في سخنين بمشاركة 85 طالب وطالبة من مدارس سخنين، بالأساس مدرسة المتنبي ومدرسة القدير. وطبعا أنا تابعت كل التعليقات على مجموعة الواتس أب، وأسعدني جدا أن نجحنا في إدخال الفرحة والاهتمام في قلوب أبنائكم وبناتكم، لا على تل أبيب ولا على حيفا عشان نشوف هاي الأشياء. فبالأساس إحنا بدنا نشكر الطلاب والطالبات اللي شاركوا، نشكر الأهالي اللي شجعوا أبنائهم وبناتهم على المشاركة، نشكر القيمين على التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع، ونشكر طبعا الداعمين للمشروع. تنسوش إنه مشروع من هذا النوع مش بس 250 شيكل، يعني احنا بنحاول نجند ميزانيات عشان نخفف عليكم كأهالي. اسبوع من هذا النوع بكلف على الاقل 1500 شيكل للطالب في محلات اخرى. احنا مهمتنا واحنا مؤسسه غير ربحيه بنحاول نجند الميزانيات على اساس نبسط التكاليف لنعطي فرصه لكل طالب وطالب انه يشترك في هذا المشروع، وحتى اذا في طلاب اللي
كان 250 شيكل صعبين عليه، احنا كمان برضه في عنا امكانيه احنا نعطي من احفادنا. بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولأهل سخنين ولكل من حضر إلى هذا المهرجان. نستطيع أن نقول إنه ليلة مهرجان. نحن سعداء أن يتعلم طلابنا علم الفلك والفيزياء والعلوم، وهذا المركز مركز شمس الذي تطور لخدمة أهل سخنين بالطبع بمشاركة اتحاد جودة المدن الدكتور حسين طرابي المدير العام لهذا المركز، بلدية سخنين، وزارة المعارف، كل وزارة العلوم، كل من يعمل على هذا الأمر هو لتطوير أبنائنا ولإعدادهم الإعداد الصحيح للمستقبل، لأننا نؤمن شعب لا يتقن العلوم ولا يتعلم العلوم لا يمكن أن يتطور ويتقدم للأمام. هذه باكورة عمل وإنتاج للمركز، نبارك ومن ثم سنوسع نشاطاتنا في هذا المركز إن شاء الله لأبنائنا، لأبناء سخنين ولطلاب سخنين.